بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أولا وقبل كل شيء نشكركم على حضوركم لتغطية هذا اللقاء التواصلي الذي آه يجمع بين آه التابعين لد آه رؤساء الجماعات القروية التابعين لدائرة بني مسكين وممثلي آه المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم سطات ولونسا ولونكا آه شكرا شكرا مره اخرى هذا اللقاء التواصلي هو الهدف منه آه هو طرح آه مشاكل ومعاناه آه الفلاحين التابعين للنفوذ الترابي لابن مسكين واقتراح بعض الحلول لهذا القطاع اللي هو قطاع مهم الذي يشكل آه بنسبه 90% ديال في الاقتصاد ديال المحلي ديال هذه الدائره هذه دي ديال بني مسكين من من بين التوصيات اللي طرحات في هذا اللقاء هذا التواصلي هو اننا خصنا نخرجوا من من الاعتماد على الزراعات المعيشيه التي تنتظر تساقطات المطريه الى زراعات بديله اللي كانت اللي كانت مقترحه سنين قديمه اللي هي زراعه الاشجار المثمره لانها تصلح لهذا لهذه المنطقه هذه ولعل التجارب ها هي غادي تشوفوها امامكم انها تجارب ناجحه ودعوه الفلاحين الى الانخراط في على شكل تعاونيات لمواكبه التحول الذي يعرفه المغرب على مستوى قطاع الفلاحه حيث اننا الان انتقلنا من المخطط الاخضر الى الجيل الاخضر الذي هو تتمين للمخطط الاخضر وبالتالي هذا الجيل الاخضر فهو ويتطلب تجميع الفلاحه والجميع الفاعلين في هذا القطاع هذا على شكل تعاونيات باش يقدروا يواكبوا المسار ديال هذا الجيل الاخضر آه اضافه الى ان آه الاخوان طرحوا واحد المجموعه ديال دي الاشكالات هو ان نحن هنا في المنطقه كاينه اشكالات مطروحه على مستوى الملكية ديال ديال الاراضي الفلاحيه انها مجموعه ديال الاراضي اللي هي اراضي سلاليه تستدعي تضافر الجهود ما بين نواب الاراضي السلاليه والقطاع الوسيط الداخليه على هذه الاراضي وهذا وهذا الفلاحه الصغار لانهم كيلقاو بعض الصعوبات باش يتكتلوا ويتجمعوا لانه كتطلب الموافقه ديال جميع المتدخلين في هذا النوع ديال الاراضي وبالتالي حنا كنعطيو من, من هنا من من جماعه ولاد فارس الحله نعطي النموذج الناجح اللي هو التفاهم ما بين النواب الاراضي السلاليه والمنتخبون يعني الجماعيون أه والسلطات الاقليميه والقطاع اللي كيدبر الفلاحه انه عندنا واحد المشروع ناجح ديال ديال القطفه والان نحن أه بصدد الخروج يعني في او يعني باش نخرجوا المشروع اللي كنا حطينا الطلبات دياله وكان توقف بسبب كورونا بسبب الانتخابات الان بغينا يخرج الحيز الوجود اللي 300 hektar djelë zëjton së të në planë دانتيغاسيون الفولاد فارس الحله اللي غادي يكون نموذج ان شاء الله على مستوى اقليم سطات ان لم اقل لكم على مستوى جهه الدار البيضاء سطات لانه غيد غيضم فلاحه صغار في اراضي سلاليه ان شاء الله تنتمنى اننا نفلحوا بمساعده الاخوه ديال المديريه الاقليميه ديال الفلاحه والمديريه الجهويه ديال الفلاحه بالخروج من هذا المشروع الى حيز الوجود ان شاء الله في القريب العاجل وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديرو جام